اختتمت أعمال مؤتمر مراكز الرعاية الصحية الأولية في نسخته الأولى بمملكة البحرين، والذي أقيم تحت شعار من النظرية إلى التميز خلال الفترة من 2 وحتى 4 فبراير. وشارك في المؤتمر 800 من الأطباء المتخصصين والأكاديميين والاستشاريين والخبراء والطلبة والمهتمين بمجال الرعاية الصحية الأولية ومتحدثين من داخل وخارج مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة حرص واهتمام مملكة البحرين بتنظيم واستضافة ودعم المؤتمرات الصحية والعلمية كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز القطاع الصحي واستدامة المنظومة الصحية في المملكة والمساهمة في التطور العلمي والطبي على المستوى العالمي، لافتة إلى التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتنظيم فعاليات ومؤتمرات تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية. وتضمن المؤتمر ورش عمل وجلسات نقاشية طرحت مواضيع هامة حول العمل القانوني والأخلاقي في قطاع الرعاية الأولية وشهادات الاعتماد الطبي وتحديثات اللوائح الطبية وإجراءات ومتطلبات تراخيص مرافق الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين والمسؤولية الطبية في المؤسسات الصحية، إضافة إلى مرونة الرعاية الصحية في مواجهة الأزمات العالمية ومستجدات الممارسات الكلينيكية في الرعاية الأولية وغيرها من المواضيع الهامة. إقامة مثل هذه المؤتمرات والمعارض في مملكة البحرين تعكس مدى الاهتمام بالارتقاء وتطوير القطاع الصحي بكافة مكوناته، حيث تعد الرعاية الصحية الأولية هي البوابة الأساسية والرئيسية لتقديم الخدمات الطبية والتغطية الصحية الشاملة، ويأتي هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له داعماً لهذا التوجه، حيث تقام عدة ورش تدريبية بالإضافة إلى جلسات نقاشية ومحاضرات وأوراق علمية، مما يسهم في بناء القدرات الوطنية ورفع كفاءتها واللي تنعكس على صحة وسلامة المستفيدين من الخدمات. طبعا الهدف الرئيسي من المؤتمر هو جمع أكبر عدد من منتسبي القطاع الصحي وصناع القرار والمختصين والخبراء لتبادل المعلومات وآخر المستجدات في القطاع الصحي، وبالتالي رفع جودة الخدمات المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين. أول مؤتمر للرعاية الصحية الأولية بهالحجم دي من الناس، تقريبا في 600 مشارك من الأطباء من داخل البحرين وخارج البحرين، وهناك يمكن في أكثر من 60 ورقة عمل من داخل البحرين وخارج البحرين من دول عربية ومن أمريكا ومن دول أوروبية في مواضيع مهمة جدا تتعلق بالرعاية الصحية الأولية. وإحنا الحمد لله في البحرين بدعم اللي نحصله من حكومتنا الرشيدة طورنا أو قدرنا نطور الرعاية الأولية بحيث نخليه فعلا في أعلى مستوى ممكن بالمقارنة بكل الدول اللي موجودة عندنا يا في المحيط العربي أو حتى الأجنبي.